مرحبا. وبيك عايشك. نتعرف عليك؟ ولد باب سويقة، من متساكنين باب سويقة ونعيشوا لهنا عمارنا الكل. برسك في 57 58 سنة عمري. نحكي اليوم على تونس 2024، تونس وقفة التونسي. قفة التونسي راهو يحكموا فيها لي بارون تاع البلاد، وراهو كان باش نسمع في العباد انا ملي شدها قيس ردها ولا لا 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 لا، ما عنده حتى دخل قيس، ما عنده حتى دخل. فهمتني الحكاية من لي بارون اللي في البلاد تو حتى فهمتني معمل السكر تاع باجة وعمل فهمتني ردها بالميليتير معناتها، وهي بيدها الحكاية، والناس تلوج فهمتني في السكر، والناس تلوج فهمتني معناتها بلاد تيليكوم. وين تحب نمشي معك؟ تيليكوم الانترنت شنو تحب نقول لك؟ البلاد يا بنتي سوس، ضرب فيها سوس يا بنتي، يلزم اللي يشد ويزول الحبس يا بنتي، اللي يطيح ويزول الحبس. محاسبة محاسبة يا بنتي، لا غير المحاسبة يا بنتي، كل اللي لازمها تحاسب. أنا بيدي نتحاسب. هاي باهي. اليوم شنو هو تفسيرك إنه المواد الغذائية تفتقد مادة نلقاو مادة أخرى، وهكذا دوالي ما بين المواد الغذائية الأساسية، كل مرة فما مادة غذائية خاصة الأيامات هذوما مثلا السكر، فماش سكر. اليوم وصلنا لمرحلة نبيعوا في السكر المخصص للقهاوي توابع، نبيعوا فيه في الساشيات التوابع هذاك اللي تلقاه، الصبة الملحية هذاك ما فماش، اللي كان يتلاوح كان يتلاوح في المجازانات، كان يتلاوح في العطريات، للي ولا ما عادش فما. الحليب هاو ضربة ضربتين تحسهم يحبوا يقطعوه، معناتها شماتة، تقول شماتة في المواطن، معناتها تعارك يتعاركوا الكبارات يتضروا فيها، نضروا فيها نحن، احنا فيش جينا؟ يا ولي انا اللي نحب نوصل له انا، احنا فيش جينا؟ تعاركوا يا بنتي، شدوا سليح على بعضكم وسايبونا احنا، سايبونا احنا، احنا صيد درينا للعظم مش هيوصل. يعني بارونات الاحتكار تشوفهم اليوم مازالوا مسيطرين؟ حيت هم اللي عاملين الشيء هذا الكل. يلزم 3000 يتيحوا في تونس، يلزم يزيد فهمتني، يزيد يبني زوز ثلاثة حبوسات خلين للكبارات، خاص بالكبارات، خاص بالناس القطعية الكبار متاع البلاد. وكاو ترى أنه القانون التونسي عنده منافذ يخليهم يتصرفوا كيف ما يحبوا؟ بطبيعة الحال ناس متخبية، حتى القانون ما نجمش يستحوذ عليهم، هما ناس متخبية، ناس تعيش في الظل، ويخرج يده بارك يجبد اللي حاسه بيه ويخليك انت تعوم في الشيح. هذه الكل منيش، لانه الحكايه تعاود ترجع من بورقيبه، برجوليه من نقولوها من بورقيبه، كمل بعدها الزين، كملوا بعدها الاحزاب اللي خلطت فهمتني، بعد عباره حاشيك سامحني معناتها كوكوت مينوت ما تعرفش تستعملها، حليتها ترشقت في وش البنات، هذاك اللي صار في تونس. شنو ممكن اليوم الاصلاحات العاجله للبلاد؟ الاصلاحات العاجله لازم يشوف البلايص اللي تستحق انه يقف فهمتني، ويقف عليها، يقف عليها بيدو. بون ماهوش منه قيس، لكن زاد هو مقصر، هو مقصر. علاش باش نقول لك علاش مقصر؟ ما فماش حد فوق القانون، ما فماش حد فوق القانون، ويزمو يتحرك شوي، يجري اكثر، يولي يجري اكثر. انت شادة البلاد، انت تجري. قبل بن علي قال لك من الشمس باش نذوي على الناس الكل. اليوم نحكيو في فتره قيس، رئيس الجمهوريه صحيح هو اللي يحكم وهو قوانين وزيارات فجئيه، ولكن فما اداره عميقه، هذيك في حاجه لاصلاح اليوم. معقول الاداره لازمها تتصلح، هذه واحدة. اثنين ما فماش لغة أنا من الشمس نضوي على الكل، ماك الشمس يضوي على الكل ما تشدش، يا تكون شمس تضوي على الكل يا ما تشدش، هذا اللي نعرفه. بلاد في 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 القمامة لهنا، وانت تقول لي فهمتني ليه ما نضويش على الكل؟ تضوي على الكل وما كانش يخرج، فما شكون اللي يضوي على الكل؟ انت وحكومة كاملة تحت، معناتها بيطانة كاملة تحتك، وتقول لي ما نضويش على الكل. هو ما قالش، ما احنا الكل، انا نقول، مش هو يقول، انا نقول، وخلي توصل له ولا توصل اللي يحب فهمتني. انا اللي حاجتي بيه قلته. اليوم الاشكاليات، اليوم الادارات بمسؤولين الكبار، فما برشا مسؤولين في برشا ادارات، حان الوقت انهم يغادروا.
خليوا الغير فرصة لغيرهم الشباب سواء كانوا سوء كفاءة أو يشدوا يخليوا اللي جون يشدوا يزي تلقاه فات لانتريت خرج من لانتريت خرج وصل فات 60 ويبداو شادين فيه علاش شاد فيه؟ ما هو هذاك يعلم هذاك والولاد صغار فهمتني ينجوا ويخرجوا وهم اللي يشدوا لك البلاد الى متى بعد ما يموتوا هذوك شكون باش يشد البلاد؟ تجيب ناس من برا باش يشد لك بلادك؟ ما هو ولادك كبر ولادك وهيئهم فهمتني باش يشدوا لك البلاد. انت قلت البلاد غارقه شنو هي كي نحكي نسالك انا سؤال باش نكونوا شنو فين مظاهر الغرق؟ فين غارقه؟ فين؟ مظاهر الغرق في معيشه التونسي. معيشة التونسي ولا التونسي ما يتنفس بالباي ولا يتنفس بالباي ولا وتتكلم شكون باش تكلم؟ ما يسمعك حد وفي بالهم بينا اللي نحن فهمتني غارقين للشوش وما يقولكش رانا في بالنا هاو كان نخدموا ليه ماكش تخدم انت؟ وقتاش تخدم؟ وقت اللي انا نرى الانتاج اللي نتاع العمل نتاعك وين وصلت؟ دونك هنا انا تبالغ لا 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 هذاك لوجيك حاجه كل يوم نعيشوا فيها كان قبل فهمتني متكين على فلان وفلان اي توا كاهو توا شديت وعدك اخرج انت وباشر انت للبلاد انت باشرها اليوم مظاهر نشوفوها صف ما كناش فما صف في تونس فما صف على الخبز اليوم صف بالسويع في الترونسبور فماش مشاكل كبيره في مشاكل النقل لا لهنا لا, لا امور الصف امور هذيا راهو فما 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 الانتظار انتظار في البلاد راهو فما ازمه ماليه لازم نفهموها الازمه الماليه ماهيش داخله خاطر فما صارت ديزيفينمون تبديل وتغيير هو اللي خلى فهمتني للبلاد في حاله نتاع ركود لكن ما الكبارات اللي هما اللي حيروا الشيء هذا هما اللي زادوا في الطين بله قالش الراجل اما تعاود ترجع من الاول جديد فهمتني وين كنا هي بيدها راه هي بيدها غير لهنا تفضحت ولا يتقال الشيء كان ما يتقالش كان تجي تقول يقصوا تو ما فماش قصه دونك ولينا نخزروا له زعما كبرت الحكايه اما هي بيدها راه كان نرجعوا للاوقات القديمه هو بيدو الشيء مش كانوا يقولوا مش كانوا يقولوا سامحني زوالي ما يتمسش قبل وفي زوالي في قوت وما من من من, من عهد البين الزوالي ممسوس لكن نحن توا نحبوا نفيهوا الحكايه فهمت يزي من ممسوس يزينا فدينا انا واحد من الناس وليت نخزر لك اللي يحرق ونقول ما عليهم خلي يحرق المفيد يخرج من البلاد ولات بلاد معناتها سبب تعاسه نتاع الناس باش يلقى حل بس اما تقعد بلادنا سبب تعاسه ما تقعد بلادنا سي نورمال سي نورمال بلادك ولا باش نمشي ويمشي يمشي يمشي يعاود يرجع لبلاده ما عنده وين يمشي لان ورات اللي عندك هذوما تحبهم يخرجوا ان شاء الله يلقى وقت طيب في البلاد باش ما يخرجوش احنا ما نحبوش يخرجوا احنا ماذا بينا لهنا اي ماذا بينا لهنا ماذا بينا ما يخرج حتى حد يخرج باش يحوس مش باش يخرج باش يبيكي غادي لذا وليداتنا ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله ربي ينور البلاد ويعدينا فهمتني من هالازمه سالمين وهذاك اش نقول لك شكرا لك ربي يفضلك.